يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وهذه التغطية الخاصة لكواليس ما قبل سفر بعثة النادي الأهلي للمغرب لمواجهة فريق الوداد المغربي في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، هذه البطولة الغالية جدا. على مدار ساعة من دلوقتي هنكون متواصلين مع حضراتكم في كل ما يخص الفريق وكواليس السفر، وأخبار كمان تكون جديدة ونطمن من خلالها على فريقنا قبل مرحلة غاية في الأهمية بالنسبة للأهلي ولجماهيره ولكل عشاقه ومحبيه حول العالم. فبالتالي إن شاء الله بإذن الله على مدار الساعة دي هنتكلم في تفاصيل كتير جدا بتخص فريق النادي الأهلي. أكيد زي ما حضراتكم عارفين مدى أهمية بطولة دوري أبطال أفريقيا بالنسبة لجمهور الأهلي، وخصوصا ان البطوله بعيد شويه عن النادي الاهلي، بقى لها فتره غايبه، بطوله مفضله في نفس الوقت الجمهور النادي الاهلي، لكن المنافسه في الحقيقه في منتهى القوه. عندنا في دور نصف النهائي اربع فرق عتاوله القاره، يعني من الاخر كده. اهلي فريق كبير طبعا، هو بطل القرن في افريقيا، زمالك من الفرق الكبيره والمحترمه طبعا اللي عنده امكانيات وجماهيريه كبيره، فبالتالي فريق برضه صعب. عندك الوداد، فرق كبيرة جدا في المغرب وفي أفريقيا، نفس الحال بالنسبة للرجاء. وبالمناسبة الوداد والرجاء ما يقولوش عن بعض أبدا، ده يعني منافسة زي ما حضراتكم شفتوا في بطولة الدوري المغربي لحد آخر ثلاث دقايق تقريبا، الدوري ما بين الوداد أو الرجاء، وفي الآخر الرجاء هو اللي فاز ببطولة الدوري. فده إن ده اللي يدل على مدى قوة الفرق المشاركة في البطولة من المغرب الشقيق تحديدا الوداد والرجاء، وده إن دل أيضا يدل على مدى صعوبة هذه المرحلة ومدى صعوبة هذه البطولة تحديدا. وبصراحة من فترة كبيرة قوي ومن سنوات عديدة إحنا ما بنشوفش قوة المنافسة دي في بطولة الدوري أبطال أفريقيا، يعني منافسة قوية تحديدا لما يكون أربع فرق من شمال أفريقيا، يعني ضرب نار. مباريات هتبقى في منتهى القوة في دور نصف النهائي، حتى المباراة النهائية أيا كان من طرفي المباراة دي هتكون منافسة قوية جدا داخل الملعب بكل تأكيد. أكيد كمان إحنا بنتمنى إن الفرقتين اللي يتأهلوا لدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا يكون الأهلي والزمالك، فهيبقى شيء مميز بالنسبة لمصر والرياضة المصرية لما تكون المباراة النهائية مصرية خالصة.